طحن طحنا وحشيا شهيد فقراء الشعب المغربي محسن فكري محسن فكري وما تزال الأسئلة مطروحة ومعلقة عن حقيقتي. أرجو أن يتسع صدركم لأن ما سأقوله يهم المغاربة كلهم. طبعا الندوة لأن كاين أسئلة ماشي مشكلة. هذا بغيتي نوقف؟ لا لا تفضل. موضوع الندوة لأن كاين أسئلة الصحافة. لا أرجوكم حتى المحرجين من المسؤولين أرجوهم لأن الأمر يتعلق بمصير المغرب. مصير المغرب. هل مات أحمد الزيدي موتة طبيعية؟ هل مات باهات موتة طبيعية؟ نحن رصدنا عصابة تتدرب على الأسلحة وسنكشفها بعد أيام فقط. تهم المغرب واستقرار المغرب ويشرف عليها قادة صهاينة بأسمائهم وصورهم بالصوت والصورة، وهذه مسؤولية أتحملها لأننا نتعرض ونتوصل بتهديدات بالقتل. سي وحمان راني أنا اللي كنسير هذا الجلسة هنا. عزيز سي وحمان، أنا اللي كنسير هذا الجلسة. السلام. شكرا، أنا اعتقت بنصف الموضوع ما كاين مشكل. لما نقول لكم قتلني عصيد. لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي. الأمازيغيين وغدا يقتلوا الهنداوي ويقولوا قتلوا. شكرا 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 أستاذ وحمان.